أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة على قناة تحدي القراءة. غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم جدا وكل شيء كيحاول أنه يتفاداه بطريقة أو بأخرى. كيطرح واحد السؤال على تاريخ المغرب قبل ما يدخل الإسلام. كيفاش كان المغرب قبل ما يدخل الإسلام؟ أشنا هي الهوية ديالو؟ أشنا هي الوضعية ديالو؟ كاين واحد السؤال آخر قبل منه هو أساسي، واش سكان شمال إفريقيا كينتميو لأوروبا الغرب أو كينتميو للشرق؟ غادي يجاوبنا الباحث والمؤرخ المغربي عبد الله العروي في كتابه الذي بين يدي مجمل تاريخ المغرب، انطلاقا من النقد للدراسات سواء اللي داروا الأوروبيين أو اللي داروا العرب والمسلمين أو الدراسات التاريخية القديمة للرومان. غادي ينتهي بواحد الجواب ومستدل كذلك بالأبحاث الأركيولوجية العينية، لأنه كاين واحد الطريقة في التاريخ اللي كانت شحال هذه كتعتمد غير على الوثائق والأخبار، وكاين طريقة أخرى جديدة في التاريخ اللي كتعتمد على الآثار وعلى الحفريات وعلى البقايا ديال الإنسان. وهذا السؤال مغلوط بالأساس. علاش؟ تيقول لنا بلي سواء المغرب أو الناس اللي في أوروبا، راه الا جينا عبر التاريخ غادي نلقاو بلي الاصول ديالهم كلهم شرقيه، اذا لا معنى باش نسولوا منين جاوا السكان ديال شمال افريقيا. كلشي سواء اللي في اوروبا واستوطنوا اوروبا او ما يسمى بالاقوام الهندو اوروبيه اللي كاينه في اوروبا او اللي كاينه في شمال افريقيا وفي مناطق اخرى، كتقول الدراسات بلي جاوا هذه اكثر من 20,000 سنه قبل الميلاد، جاءوا على شكل قبائل أو على شكل رحلات من الشرق. إذا الامتداد كان من الشرق إلى الغرب، وفي نفس الوقت فاش انتقلوا الناس من الحضارات الشرقية لأوروبا، انتقل الإنسان من الحضارة الشرقية لشمال إفريقيا. وغادي تقول هذه الدراسات كذلك اللي قاموا بها الباحثين الفرنسيين في جامعة الجزائر، لأنه فاش استعمرت الجزائر من 1830 ولات فيها بعثة علمية قوية، ولات فيها جامعة، ولات فيها دراسات تاريخية. الدراسات التاريخية ما كيهمناش التأويلات اللي تعطت لها، لأن الفرنسيين حاولوا يعطيوها واحد التأويل إيديولوجي على اعتبار أن شمال إفريقيا راه جزء ينتمي إلى أوروبا، لأن كان الهدف ديالهم استعماري. ولكن الحفريات في حد ذاتها كدل باللي شمال افريقيا كان مقسم لجوج الاجزاء تاريخيا، يعني اللي مشينا 10,000 قبل الميلاد كان مقسم لواحد جوج الاجزاء. عندنا القبائل او الحضاره المتوسطيه الساحليه اللي جايه بحال اللي في طنجه مثلا، او اللي في منطقه وهران، او اللي في تونس في منطقة الساحل. هذه كانت حضارة فلاحية ودلت الآثار باللي كانوا الناس ديالها كيمتلكوا الأبقار، وكاين مقابر جماعية اللي هي كبيرة، يعني مقابر اللي تدفن فيها الإنسان لمدة طويلة، وكاين بعض المخلفات والأواني اللي كتدل باللي كانوا كيديروا مجموعة من الأكلات. إذا هذا المكون الأول ديال شمال إفريقيا. المكون الثاني هو الصحراوي، كدل كذلك الاطار اللي كاينين قبائل رحال في التحت، يعني ما عندهمش علاقه بالاخرين، كانوا كيعتمدوا على الرعي وعلى الترحال وعاشوا في هذيك المنطقه لالاف السنين. اللي غيحصل هو انه في واحد الوقيته غادي تلاقى هذا المكون الصحراوي مع المكون المتوسطي او الساحلي، وغادي يعطيو في واحد الوقيته ما يسمى بالممالك الامازيغيه. ولكن التاريخ كيشهد بلي هذه الممالك الامازيغيه نادرا ما عرفت واحد التوحيد. طبعا عندنا نوميديا وعندنا ماسينيسا وعندنا يوغورت اللي كانوا في القرن الثالث قبل الميلاد، وعندنا مجموعه من المحاولات للتوحيد، ولكن شمال افريقيا ما عمرو توحد باش يولي حضاره قويه كما حصل في مناطق اخرى في العالم. اللي عندنا هو ان واحد الوقيته غادي يجيو القرطاجيين لشمال افريقيا وغيديروا علاقات مع بعض السواحل، وهنا كيشهدوا المؤرخين باللي العلاقه بين الحضاره المتوسطيه او الساحليه المغرب والقرطاجيه والفينيقيه السابقه، لان الفينيقيين كان عندهم امتداد القرطاجي في, 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 في شمال افريقيا، هذه كانت التقاء حضارتين، وحده اللي هي فينيقيه بحريه اخرى فلاحيه، وبالتالي كانت بينتهم علاقه تجاريه وثقافيه معروفه تاريخيا.
المعطى الاساسي اللي كنستخلصوا من هذا الشيء هو ان شمال افريقيا اللي هما كيتسموا البربر او لي بيغبير او الامازيغ الانسان الحر عاشوا في واحد المنطقه اللي كانوا فيها تضاريس وعره وكانت شاسعه تتمتد من مصر الى الساحل الاطلسي وكان هذا المجال كله كيحكموه بزاف ديال الدول وما عمرو توحد تحت رايه واحده. من بعد غادي يجي الوجود الروماني. الوجود الروماني غادي يتمركز في ما يسمى بقرطاج اي هذيك افريقيا اللي كتسمى اليوم تونس غادي يتمركز تما وكان كيتصنف كانت كتصنف الوجود ديالو الى ثلاث مستويات. كاين البلاصه اللي كتسمى افريقيا اللي هي قرطاج اللي هي تونس الحاليه اللي كانت منطقه الداخل الروماني يعني كانوا الرومان استطاعوا انهم يستوطنوها فعلا ويبنوا فيها مدن الى غير ذلك. وكاين ثانيا الوسط. هذا الوسط هي المنطقه اللي بين وبين يعني امتدوا لها الرومان ولكن احيانا كيتم المحاصره ديالهم وهنا غادي نتحدثوا على واحد السد امني اللي كيمشي وكيرجع يعني السكان ديال المغرب اختاروا المنفى. هنا تيقول لنا المؤرخين ان واحد القضيه معروفه هو ان سكان المغرب كانوا وصلوا لواحد المستوى من تحضر يعني قبل القرن الاول والثاني والثالث الميلادي كانوا وصلوا واحد المستوى من الحكم واحد المستوى من الثقافه نقولوا ومن التنظيم كان متقدم. مع دخول الرومان واحد الجزء كبير منهم اختار المنفى يعني اختار الجبال واختار المناطق الوعره يعني انسحب من السهول اللي فيهم الحكم الروماني. علاش الحكم الروماني ما امتزج مع السكان ديال شمال افريقيا وعلاش ديال المسيحيه رغم انها كانت يعني كانت في منطقه قرطاج اللي كان فيها ومنطقه بعض المناطق من الجزائر تنذكروا القديس اوغوستين اللي كان اصله امازيغي وكان تذكروا انه كانت كنيسه وكانوا رجال دين الى غير ذلك. ولكن المشكل اللي مطروح تاريخيا هو علاش في المغرب او عفوا في شمال افريقيا ما تجطراتش المسيحيه. الجواب اللي كيقولوا بزاف ديال الباحثين هو طبيعة الديانة المسيحية وطبيعة الحكم الروماني. الحكم الروماني كان حكم مركزي من روما يعني كانوا المغاربة ديما كيحسوا بلي مستعمرين يعني كاين واحد طبقة من رجال الدين كتجي من روما باش تعطي التعاليم المسيحية وتشرف على الكنائس. كاين واحد الطبقة أريستقراطية اللي كتجي باش تنهب الأراضي وتجمع الضرائب وهذا الشيء كله كان كيجعل سكان شمال افريقيا يحسوا بانهم غرباء امام هذه الثقافه لانهم لم يختاروها وما كانوش جزء منها رغم ان الكنيسه تجدرات واحد الوقيته. من بعد في القرن السابع الميلادي غادي نتكلموا من بعد كيفاش جاء الاسلام في حلقه مقبله على دخول الاسلام لان البعض كاين سؤال كاين اسئله كثار حول واش الاسلام جاء عن طريق غزوات واش جاء بالقوه والعنف ولا جاء عن طريق الفتح واش سكان المغرب اسلموا بطريقه اوتوماتيكيه ودخلوا للدين الى غير ذلك. كاين احداث خصنا نوقفوا عندها دقه دقه. اللي كيهمنا في التاريخ القديم للمغرب سواء الممالك الامازيغيه او الحكم الروماني او الويندال او البيزنطيين اللي كانوا في الاخر هو انه كانت عندنا فيما قبل ترامي جغرافي يعني مغرب الساحل عفوا شمال افريقيا الساحل وشمال افريقيا الصحراء. الفلاحون في الشمال الساحلي والرحل الرعاة في الصحراء. هذه القضيه يعني استمرت واحد 10 القرون ومن بعد كتجي محاولات للوحده يعني عندنا مجموعه من الدويلات اللي ما حتى شي واحد ما قدرش انه يجمعها باش تولي تحت رايه ملك واحد. عندنا امجاد ديال ماسينيسا ديال يوغورتا ديال يوبا والاول والثاني والى غير ذلك. وعندنا كذلك المقاومين الروما اللي هما كانوا معروفين. بالتالي السكان الاصليين ديال شمال افريقيا
هما البربر او الامازيغ. الاصل ديالهم كيبغيو شي واحدين يقولوا مثلا انه هو اليمن، كي بزاف تيقولوا دراسات ان كذا كذا. هذا الكلام يقدر يكون صحيح يقدر يكون غلط، علاش؟ ولكن الباحثين اخر ما قالوا هو انه ما عندوش حتى شي معنى، لان جميع، لان هذه قضيه منطقيه، كيفاش غادي نقولوا هاد السكان ديال شمال افريقيا اصل ديالهم هو الشرق، في حين ان اصل جميع شعوب العالم هو هو الشرق. اذا ما كايناش عندنا شي حاله استثنائيه، الاصل كله هو الشرق، ولكن الاصل ديال الشرق حتى هو ديال هاد اليمن والعرب والى غير ذلك هو الشرق الاول. يعني شي ناس يبغوا يفهموا الامور يعني بواحد النوع من الميكانيكيه البسيطه، تيقولوا سكان شمال افريقيا الاصل ديالهم الشرق اليمن، اذا هما قبيله عربيه. لا، هذا كلام مغلوط، لان العرب ك العرب ك نقولوا عرق او كلغه او كثقافه راه بنت مؤخرا، وبنت في واحد المجال اللي هو بين اليمن والجزيره العربيه من بعد واحد التطورات اللي حصلت في, 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 في العالم، في حين ان الوجود ديال الحضارات سواء الفرعونيه والامازيغيه في شمال افريقيا هو ترجع لواحد التاريخ اللي هو قديم بزاف قديم بزاف، وتوصل حتى ل 10000 سنه قبل الميلاد. وبالتالي فاش نهضروا على شمال افريقيا تنتكلموا على واحد الحضاره اللي هي عريقه في هذه البلاصه، طبعا الجذور ديالها جات من الشرق الاوسط، ولكن تتمتد لواحد الاصل اللي هو اصل ديال جميع الشعوب اللي كاينه سواء في شمال افريقيا سواء في اوروبا سواء اليوم في الشرق الاوسط. اعزائي المشاهدين، هنا نتكلموا على هذا الشيء، وكاين واحد نقاش كبير بين الناس على الهويه. اللي بغي نقول لكم على الهويه هو انه ما يمكنش نقولوا مثلا انه في البلاصه الفلان فلان فلان يا راه كاين غير امازيغ، او البلاصه الفلان فلان يا راه كاين غير عرب. اللي كاين هو اننا اليوم هذه الشخصيه المغربيه اللي قدامكم احنا امازيغ عرب، وعندنا كذلك اننا فرنسيين، لان هذه الحضاره اللي استعمرتنا غير 50 سنه خلات لي تراس ديالها وخلات الاثار ديالها، وخصنا نتصالحوا مع الذات ديالنا، نتصالحوا مع الثقافه ديالنا. هذا جزء منا، هذا جزء من التراث ديالنا، هذا جزء من الماضي ديالنا. الا بغينا نقراو التاريخ قراءه صحيحه هو اننا ما نقراوش ايديولوجيا. الا بغيت نقرا التاريخ كامازيغي غادي نختزلوا فيما هو امازيغي ونرجع ديما لمجد الامازيغ. الا بغيت نقرا التاريخ بايديولوجيا عربيه غادي نلغي جميع الاطروحات الاخرى وجميع المكونات الاخرى. الواقع ان المغرب كاينين بزاف ديال الحضارات، تلاقح ثقافات، تلاقح كذلك المعطى المتوسطي اليهودي الاندلسي الصحراوي الافريقي وكذلك العربي الاسلامي. طبعا ديما كنلقاو بلي واحد المكون او مجموعه من المكونات تكون عندهم القوه، مثلا ما يمكنش لشي حد مثلا يتنازع على ان المكون الاسلامي على الخصوص الديني عطى واحد المفعول كبير في شمال افريقيا. وكنت كلمت لكم على كيفاش ان الاسلام تجدر والمسيحيه ما تجدرش، لان الاسلام كان دين الدوله اللي كانت في المغرب، لان من بعد غيجيو الدول كانوا دول ديال المغاربه وكانوا فيهم امازيغ، خداو التراث العربي ولاو حتى هما كيتعربوا، يعني لان القبائل اللي جات للمغرب كانت معدوده. القضيه ديال العربيه ودخول الاسلام الى المغرب غادي تكون هي الموضوع ديال الحلقه المقبله. اعزائي المشاهدين، اذا اعجبتكم الحلقه شاركوها مع اصدقائكم، ولا تنسوا ان تعملوا الاعجاب وان تشتركوا في القناه. دامت لكم متعه القراءه، نلتقي في حلقه اخرى ان شاء الله.